يعني متميزين جدا من المغرب في الناحية التدريبية وكمان اللعب. معانا حسناء احدى المدربات المتميزات ولاعبات ايضا في اللعبه، كمان الفائزين اثنين من المغرب جمال الدين وفاطمه، بنقول لهم الف مبروك في البدايه طبعا ودايما ان شاء الله موفقين. كلميني بقى حسناء عن العمليه التدريبيه، ويعني انت ما شاء الله نموذج مشرف للمدربات، وكمان قدرتي ان انت تخوضي البطوله باثنين متنافسين وقدرتي تكسبي بيهم، كلميني عن ده. اول شيء فمش جمال وفاطمه هم اللي موجودين في لعيبه لسه هيلعبوا ان شاء الله، في ان شاء الله ان شاء الله، بس جمال متميز يعني منتظر كمان ميداليات ثانيه. ايوه ان شاء الله باذن الله، وجمال ما شاء الله عليه يعني بطل واعد، وان شاء الله اللي جاي احسن بكتير. فاطمه دي ما شاء الله عليها كمان بطله المغرب، كمان اكثر من 10 مرات في المواي تاي والكيك بوكسينج، مش يعني واحده جديده او شيء، بس ما شاء الله عليها اتمرنوا جامد جدا وتعبوا وربنا جزاهم يا رب ان شاء الله. كلميني كمان، انت ان شاء الله ليكي منافسه بعد شويه، استعداداتك للمنافسه بقى يعني بخلاف الجوانب التدريبيه، استعداداتك الشخصيه لان انت تخوضي مباراه ان شاء الله. الحمد لله انا جهزت جدا 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 وتعبت في التجهيز للبطوله دي، وان شاء الله هيكون ماتش جامد جدا يا رب ان شاء الله. هل كان التدريب هنا داخل جمهوريه مصر العربيه ولا كنت بتتدربي في المغرب؟ انا بتدرب في مصر وفي المغرب الاثنين. الاثنين ده عشان انا فريقي مصري ايجيبشن توب تيم، بطلع بعلم مصري وعلم مغربي كمان يعني. أيوه. يعني ما شاء الله الجانبين، انت بتلعبي باسم الجانبين. بلعب باسم الجانبين عشان مصر هي اللي شهرت حسناء جابر، فانا مش هنسى فضل المصريين والمنظمه بتاعتي، دي منظمه بتاعتي يعني بتاعت الخالد عبد الحميد، انا بلعب مع عيلتي يعني مش هنسى فضل مصر عليا كده، انا بلعب لفريق ايجيبشن توب تيم وبلعب بعلم مغربي كمان. يا سلام. يعني اذا كل الوطن العربي حاجه واحده. يمكن كمان من المفاجآت والمفارقات الجميله النهارده في البطوله، حسناء خطيبها النهارده هيلبسها الدبله في هذه البطوله او بعد انتهاء هذه البطوله، وهو مصري كمان. اذا حسناء هيبقى في جانبين عندها، هي زي ما هي عاشته اثناء العمليه التدريبيه واثناء البطولات المختلفه، هتعيشه كمان في حياتها المستقبليه مع زوج مصري. ربنا يوفقك ان شاء الله، بنقول لك الف مبروك. امين، ربنا يخليكم ويعزكم يا رب. شكرا لكم كتير الكرام. بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده بانتهاء لقاءاتنا وبانتهاء البطوله في الام ام اي وهي ايفوليوشن شامبيون شيب. بنتمنى حلقتنا تكون نالت اعجابكم، ودايما على وعد بلقاءات جديده ومتجدده من خلال برنامجكم ملعب الاولى.